شي ما غاديش يعني ما غاديش ندير واحد المديح للجمهور، لان فريق تيبغي الفريق ديالو غادي يحج باش يشجع الفريق ديالو. نتمنوا اننا نفرحوا ان شاء الله في مدينه طنجه بثلاثه نقاط ان شاء الله. بالفعل فملي كتكون لاعب محترف فملي كتخطا خصك تبقى كونسونطري حتى الدقائق الاخيره، فداك الشيء اللي كان اليوم خطا جميع اللاعبين كبار كيخطئوا، خطأت في هدف تعادل، ولكن الحمد لله الكون سان ديال اللاعبين الجماعيه، الحمد لله بقيت مركز طيره المقابله، والحمد لله ربي وفقني وسجلت هدف ديال الانتصار اللي كان غالي اليوم، وكنتمنى انه ان شاء الله نبقوا غاديين في هذا المسار في اربعه المقابلات الجايه ان شاء الله. مقابله ديال اتحاد طنجه ما غاديش تكون سهله الصراحه، ففريق منذ بدايه الموسم هو في الصداره، فهو اللي عليه الضغط، كنتمنى ان شاء الله اننا نفوزوا عليه في المقابله اليوم الاحد ان شاء الله. ونتسناو عنده مقابلة صعاب حتى حنا عندنا مقابلة صعاب، ولكن بالمسانده الجماهيريه ديالنا فحتى شي حاجه ما صعيبه على اللاعبين ديال فريق وداد البيضاء ان شاء الله. فكنتمنى ان شاء الله انه يكون الدعم دعم جماهيري في مقابله اتحاد طنجه وفي مقابله الاخرى اللي غادي تكون في المدينه ديال الدار البيضاء هنايا، ان شاء الله يكون لقب من صالح ديال فريق وداد البيضاء ان شاء الله. فكنتمنى ان شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني في كوب ديمون ان شاء الله، وجميع اللاعبين في فريق وداد البيضاوي وكيخدموا، فكما كتشوف النايري مسجل 6 اهداف، نصيري مسجل، جميع المدافعين مسجلين، فكنتمنى ان شاء الله اننا نعطيو اضافه لفريق وداد البيضاوي ان شاء الله. Oui, après on est je suis là pour ça, je suis là pour donner tout ce que j'ai et voilà, c'est ce que j'essaie de faire et voilà, je dis merci aux supporters qui nous poussent, qui poussent toute l'équipe, pas une seule personne, mais voilà, on les dit merci pour tout. Juste une petite douleur, voilà, on espère que rien de grave et voilà, demain on va voir les médecins et on espère qu'il n'y aura rien de grave, inchallah.